بسم الله الرحمن الرحيم. إني الطبيب الاستشاري الأستاذ عبد الأمير عبد الله الأشبال، اختصاصي السكري والأمراض المرتبطة به ومضاعفاته. سأتحدث في هذه المحاضرة القصيرة عن سببية تولد ومنشأ المرض السكري النمط الأول الذي يصيب الأطفال والمراهقين والشباب. بالرغم من وجود عوامل عديدة ومتنوعة، منها العوامل المكتسبة مع أهبة جينية أي وراثية تؤدي أو تساعد على موت معظم خلايا بيتا المسؤولة عن صنع الأنسولين في غدة البنكرياس لتسبب مرض السكري النمط الأول، فإن السبب المباشر هو حدوث مناعة ذاتية أي تمانعية ضمن خلايا بيتا ومن قبل الجهاز المناعي لجسم الإنسان، يؤدي إلى تلف أو تحطم هذه الخلايا وبالتالي التسبب بهذا المرض الذي يصيب على العموم الأطفال والمراهقين. أهم الأسباب التي تساهم على موت خلايا بيتا عند مرضى السكر النمط الأول: أليف العامل الجيني أو الأهبة الوراثية. خلافاً للأمراض الوراثية الأخرى، فإن المرض السكري لا ينتقل بنسب بسيط، ويعتبر في كثير من الأحيان العامل الجيني أو الاستعداد أي التقبل الوراثي لجسم المريض عامل خطر الإصابة بالمرض السكري النمط الأول بقى. ولكنه لا يكفي لوحده، وإنما نحتاج إلى عامل بيئي أي مكتسب لتفعيله. والطفل المعرض للإصابة يحتاج عوامل وراثية من كلا الأبوين، وتوجد هذه العوامل الوراثية عند الأجناس البيض أكثر من الأجناس السود، وقد تم تحديد أنماط جينية معينة تجعل حامليها معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بهذا المرض. ينتج مرض السكري النمط الأول عن تدمير خلايا بيتا المنتجة للأنسولين في جزر لاندرهانس بواسطة التمانعية الذاتية التي سيأتي الحديث عنها لاحقا. باء العوامل البيئية: لكي تتم عملية تلف خلايا بيتا المنتجة للأنسولين في غدة البنكرياس وبواسطة عملية التمانعية الذاتية، يقتضي ذلك تعرض جسم المصاب إلى عوامل مكتسبة تتصرف كعوامل أو نوابض محفزة لبداية أو لانطلاق هذه العملية، وتتزايد البحوث التي تتعلق بالأسباب المكتسبة لتطور هذا المرض. وفيما يلي أهم العوامل البيئية التي قد تساهم في تطور المرض السكري النمط الأول: الإصابة أولا، الإصابة ببعض أنواع الفيروسات، فالإصابة بفيروس معين يكون له تأثير بسيط عند أغلب الأطفال، ولكنه يحفز الإصابة بهذا المرض عند الآخرين من عنده أوبة جينية للإصابة. اثنين، الالتهابات عند الأم أثناء الحمل أو الحمل في عمر متقدم أو الولادة بعد ولادات عديدة سابقة. ثلاثة، زمرة الجراثيم المعوية أو الفلورا المعوية ودور الإخماجات المعوية أو نظرية فن الصحة علم حفظ الصحة. أربعة، عوامل متعلقة بمقاومة الأنسولين أو ضعف الحساسية للأنسولين كزيادة الوزن والإفراط بتناول السكريات وسن البلوغ. خمسة، الرضاعة بحليب البقر وإطعامه الطعام الغني، طعام الطفل الطعام الغني بالبروتينات مقارنة
الطعام النباتي، 6 فترة رضاعة قصيرة، وإطعام الطفل في عمر مبكر يزيد خطر الإصابة، بينما تكون الإصابة كالحديثة عند الأطفال الذين يعتمدون على رضاعة الأم والذين يتناولون الأطعمة الصلبة بوقت متأخر. 7 الضغط النفسي للأم الحامل بالطفل أو حالات الكرب أو الشدة النفسانية للطفل. 8 الجو البارد، لذلك يجعل حدوث السكري النمط الأول في الشتاء أكثر من الصيف. تاء عامل استجابات المناعة الذاتية التمانعية، جهاز المناعة مسؤول عن تكوين أجسام مضادة لقتل الجراثيم والفيروسات. أما الأجسام المضادة الذاتية فهي أجسام سيئة لأنها تحطم وتتلف أنسجة الجسم ذاته. إن حدوث مناعة ذاتية ضمن خلايا بيتا المسؤولة عن صنع الأنسولين في غدة البنكرياس هو السبب المباشر الذي يؤدي إلى تلف وتحطم معظم هذه الخلايا وبالتالي التسبب في مرض السكري النمط الأول. أما الخلايا الضئيلة المتبقية من خلايا بيتا فهي لا تكفي حتما للسيطرة على سكر الدم ضمن الحدود السوية الطبيعية، وقد تبقى هذه الخلايا مدة سنين عديدة. وتحدث هذه العملية عند الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي، وربما بسبب واحد أو أكثر من العوامل البيئية، وعادة تستغرق العملية فترة عدة أشهر وقد تصل إلى سنة، يكون خلالها الشخص بدون أعراض وفي حالة سكر طبيعي في الدم. وبسبب تكون هذا التمانع الذاتي تقوم مجموعة معينة من خلايا التابعة لجهاز المناعة بالتعامل مع بعض مكونات خلايا بيتا وكأنها أجسام أجنبية غريبة، فتولد ضدها أجسام تضادية تدعى بالأجسام التضادية الأجسام الذاتية المضادة، أي أن بعض مكونات خلايا بيتا يتصرف كل مولدات المضادة المستردات، ونتيجة لهذا التعامل تحدث عملية التهاب تسبب إتلاف أو تحطيم قسم كبير من هذه الخلايا أكثر من 90%، مما يؤدي بالنتيجة إلى نقص كارثي كلي أو كامل في إنتاج الأنسولين. ويتميز مرض السكري النمط الأول بالمناعة الذاتية من خلال ظهور أول الأجسام المضادة الذاتية لخلايا بيتا بالقرب من الأنسولين أو إنزيم جاد 65 أو كليهما في مرحلة الطفولة المبكرة، ونادرا تتوجه أول الأجسام المضادة أجسام الأنسولين 2 أو زنك تا 8. هذه المؤشرات الحيوية الأربعة لمرض السكري النمط الأول هي قوية، حيث تبين أن ظهور الأجسام المضادة الأولى الأنسولين أو جاد 65 وفي حالة ظهور الأجسام المضادة الأربعة كلها سوف ينتج عنها مرض السكري النمط عند 100% من الأشخاص عندما تتم متابعتهم لمدة 20 عام. وعليه فإن من علامات حدوث تفاعل المناعة الذاتية أي التفاعل بين المولدات المضادة والأجسام التضادية الأجسام المضادة لها هو ظهور الأجسام التضادية في الدم والتي يمكن قياسها مختبريا ليس فقط بعد اكتشاف حالة المرض السكري النمط الأول وإنما قبله بفترة قد تصل سنين عديدة، علما بأن الأشخاص المصابين بالنمط الأول من داء السكر معرضون لخطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية الأخرى بما في ذلك أمراض الغدة الدرقية والقصور الكظري الأولي ومرض حساسية القناة الهضمية للحنطة ومرض السيليك والتهاب المعدة التمانعي والتهاب الكبد التمانعي والالتهاب الجلدي العضلي والوهن العضلي الوبيلي. هل يجرى الاختبار التفريسي للأجسام المضادة لكل الأطفال حاليا؟ الجواب كلا. التحري عن أو قياس الأجسام المضادة لعملية المناعة
لكل طفل يجرب التعرف على نمط السكري بالنمط الأول هو أمر لا يوصى به وليس عمليا في ذات الوقت على الأقل في هذه المرحلة. أما بالنسبة للأطفال الذين أخرى عائلية للإصابة بمرض السكري النمط الأول فيمكن التحري عن الأجسام التضادية لغرض متابعته، كما يجرى التحري في حالة مساهمة الطفل ببحث طبي متعلق بهذا الموضوع. إلى هنا تنتهي هذه المحاضرة القصيرة، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة، وشكرا جزيلا.